السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا حضرة الصلع عبد المولى؟ أنا جاي لك في مصلحة تخصك. أنت مين وتعرفني منين؟ محسوبك رجب. رجب الفرخ. وأنت طبعاً عمنا الخير والبركة، ألم المرور كله. خير إن شاء الله، مصلحة اللي عايزني فيها، بس بسرعة، إن أنا لو غفلت دقيقة عن الطريق المرور ممكن يحصل له قفلة. لا ما تقلقش، خير إن شاء الله، مش هناخد وقت. بس قبل ما ناخد وندي مع بعض في الكلام، لازم يبقى في بينا عيش وملح يا حضرة الصول، ولا إيه؟ يلا. بسم الله. ايوه بس انا لسه فطران. اتغدى. الا ده ضاني ولا كندوز؟ انت عايزها ايه؟ انا باخد فكره بس. انا بنت عسل. كل على راحتك، على اقل من راحتك. ونستنى بقى عشان الكلام يحلى. نار هلا. فكرك يا حضره الصول الناس اللي سايقه العربيات دي كلها وراها حاجه مهمه؟ ابدا. وبعدين يعني لما تكون الناس دي كلها في الشارع، امال مين اللي هيبقى في الشغل؟ الغلابه اللي زي حالتي. كان الله في العون. انا بقى جاي لك عشان كده بالظبط. خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. احنا ربنا رايد لنا حضره الصول مع بعض لقمه عيش حلوه. ركز كده في الميدان، بص على الاشاره الحمراء اللي لسه مقفوله. مالها؟ شايف ايه؟ حمراء. ما انا عارف انها حمراء يا حضره الصول، وانا قلت لك حاجه. انا بقول لك يعني ايه رايك في الموضوع؟ العربيات متكربسه واحده ورا الثانيه. الله ينور عليك. طب والنبي شايف العيال الغلابه والناس المسكينه اللي بتسترزق حوالين العربيات دي؟ ما دول الواغش. واغش ايه يا حضره الصول؟ حرام عليك. دي عيال غلابه ومسكينه بتسترزق من العربيات، اللي رجله مقطوعه واللي عينه طايره. بس خلي اللقمه الحلوه اللي نزلت جوفي تفضل مطرحها. ايه المصلحة؟ أنا عايزك تراعي العيال الغلابة دي يا حضرة الصول. أراعيهم إزاي؟ وأنا بإيدي حاجة؟ ده أنا لولا الملامة كنت نزلت شحت معاكم. الله أكبر. ما هو ده بقى اللي أنا جاي لك عشانه بالظبط. خير، فسر كلامك. الإشارة الحمراء لما تبقى حمراء اصبر عليها شوية. طول بالك عليها حبتين، وما تستعجلش على الإشارة الخضراء، ما هي موجودة. وإيه الحكمة من كده؟ العيال الغلابة اللي بتسترزق حوالين العربيات ديت تلاقي فرصة تسترزق، وكمان الزبون يلاقي فرصة يطلع فيها الحسنة من جيبه، والحسنة بتعم وأنت سيدي العارفين. بس أنا في ظباط مش راح مني، كل شوية تفتيش ومرور. ساعة التفتيش والمرور شغلك 10 على 10 والإشارة بالثانية. والحسنة دي قد ايه؟ كام يعني؟ 5 جنيه مجمدة آخرة كل وردية، والخمسة جنيه بتزيد واستحالة تقل، ما تقلقش. ها؟ ايه رأيك؟ اتكل على الله. نعم؟ اتكل على الله، شوف شغلك وأولنا من بكرة. ألف هنا وشفا. تعيش. نخليها شويه؟ خليها. بقى انت حقير يا جربوع اللي صورتني الصوره دي وفضحتني. بقول لك ايه، مش عايز غلط. عايز غلط؟ انت لسه شفت غلط. انت بتعمل ايه اساسا يا كلب؟ همد ايدك همد ايدي. كنت تشطر على ضربك يا وحياة امك. ده انت عايز تتربى. تتكلم كويس. طيب هو جاي يعمل محضر عشان في حد اعتدى عليه. انتوا ايه بقى؟ احنا شهود.
طب اتفضلوا اقعدوا هنا لحد ما ابعت لكم، لحد ما نفهم في ايه. مين اللي عمل فيه كده؟ كابتن طارق شعبان اعتدى عليا بالضرب. الو. ايوه سعادتك. تمام يا فندم. اه بيتهيألي هو اللي واقف قدامي دلوقتي، بس انا لسه ما فهمتش الموضوع. حاضر يا فندم، ان شاء الله تبقى حاجه سهله. ماشي سعادتك، على السلامه. على السلامه. تقول لي طارق شعبان هو اللي عمل فيك كده؟ ايوه ايوه ماشي. بس ده راس حرب. حضرتك انا ما يهمنيش هو بيشتغل ايه، ده واحد ضربني وشتمني شتايم قبيحه جدا، فانا عايز حضرتك تحولني بالمستشفى عشان نعمل تقرير طبي. معاك بطاقه؟ ايوه طبعا. اكتب انك طالب. طالب في ايه بقى ان شاء الله؟ كليه الاداب. اداب، عشان كده لسانك ما شاء الله. ما لو كنت حقوق كنت عملت ايه؟ تعادوا في النادي؟ لا. ما دخلت النادي ازاي؟ انا بدخل النادي على طول، انا تبع الكابتن جمال. ممكن حضرتك تفتح المحضر؟ بس انت كده توديه في دهب، انت عارف ان الدوري والع. عايز تضيع الدوري ولا ايه؟ انا مش عايز اضيع حقي. بس انت اكيد عملت حاجه فرسيته عشان يعمل فيك كده. حضرتك ممكن تفتح المحضر وانا اقول لحضرتك كل حاجه. تمام، افتح لك محضر وامرنا لله. انت عارف كده احسن، على الاقل الدوري يتظبط. ها يا اسطى، يا اسطى تمام؟ تمام. بص يا عم ربيع، السلك هيبقى طالع من دكان عم عطيه ومشيلك من الناحيه دي كده ونزل على العربيه فيشه. بس انا خايف عربيه نقل تكون محمله حموله كده ولا كده تلطش في السلك. لا 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 ما تقلقش من ده خالص، انا سايب السلك براح. يلا يا اسطى نور العربيه كده. حالا. متشكرين يا اسطى عطيه، الله يبارك لك. ما تقولش كده عم ربيع، المصلحه واحده، احنا يهمنا الامور تمشي وربنا يوسعها الناس كلها، ما دام ما فيش دوران خلاص. يا نور ربنا. اللهم صل على النبي. الله يبارك فيك يا ابني، تسلم ايدك. مبروك يا عم ربيع. الله يبارك فيك، كتر خيرك يا سي احمد، كتر الف خيرك وعزه الله وجلاله. انت دخلت قلبي كانك عاطف ابني بالظبط.